عنواننا الرئيسي في الحلقة وهي المعايير. احنا عايزين نفهم، بنشوف حاجات غريبة في الدوري، وبنشوف ناس ومسؤولين بيطلعوا يقولوا لما كان بيبقى عندنا مشكلة كنا بنكلم رئيس لجنة الحكام. وده ايضا يخلينا نركز هنا ان احنا لازم كلنا كنادي اهلي وكمنظومة النادي الاهلي نبقى منتبهين، لان تصريحات زي دي تفسر تصريح زي جبنا حكم معين عشان فريق معين او شخص معين عايز بطولة. وانا بشوف ان تصريح زي ده مستحيل يعدي في اي مكان، ومستحيل ان الناس تستوعب ان في تواصل مباشر ما بين رئيس لجنة حكام ورؤساء اندية معينين. ولكن اللي يزيد مخاوفنا وهي استمرار مسلسل الفار. الفار ده يا جماعة لما تيجي تراجع كده، هو مفترض في العالم كله تقنية دخلت عشان تضفي عدالة على المسابقة، تساعد الحكم، الا مع مباريات النادي الاهلي. اوعى تفتكر ان انا هقول اللي عندنا في الدوري تبقى انت ما بتتفرجش، الا في مباريات النادي الاهلي. في المباريات الاخرى حاجه من الاتنين، يا الفار بيتدخل صح لصالح بعض الفرق، يا ما بيتدخلش خالص برضه لصالحهم. انما معادله انه يتدخل غلط، هتلاقي طول الوقت المعادله دي طرفها النادي الاهلي. تدخل خاطئ للفار او تغاضي الفار عن التدخل لصالح النادي الاهلي، هتلاقي هي المعادله اللي ماشيه معانا طول الوقت. ده ازاي؟ ده لما نيجي نتكلم معاكم بنقاط واضحه وصريحه. اتمنى تركزوا معانا في الفقره دي وانتم بتتفرجوا عليها، اللي مش معانا دلوقتي هيتفرج عليها بعد المباراه، ويركز ازاي التسلسل اللي هيوصلك للفكره اللي احنا عايزين نقولها. بص، الفار هدفه ايه مع النادي الاهلي؟ مباراه النادي الاهلي والمحله كان فيها لعبة مهمة جدا جدا للاعبنا أكرم توفيق. تعالوا نشوفوا الحكام قالوا عنها إيه. أنا هاجي بقى للعبتين المهمين. أدي لعبة هنا، اللعبة دي هنا، يعني الفار هنا دي لعبة الفار. شوفوا الحنفي بالشكل ده، التفاصيل اللي هتحصل قدامنا بعد كده. هنا ده دخول الفار يتدخل فيها، هتشوفوا الحاله. مين اللي بياخد الكوره؟ اكرم لاعب المحله هنا بيلتحم مع لاعب النادي الاهلي بانه بيقطع عليه طريقه للتقدم، فبالتالي الالتحام جاي من لاعب غزل. لو نجح في لعب الكوره خلاص، اللاعب رجليه الاثنين، اكرم بيلعب الكوره واللاعب رجليه الاثنين في الخلف. اذا اكرم بيلعب الكوره الامام وراح يلعبها. بصوا بعد كده بقى ركبه اللاعب، لما نمشي لقدام شويه بصوا بقى اللاعب، بص الركبه خدت ايه؟ الركبة، قدم اللعب. هي دي التفاصيل اللي كنت اتمنى حكم الفار يجيبه فيها، مش يجيبه في اللعبه اللي عايزها. اذا للاهلي ضربه جزاء في هذه يعني الكره، يعني ركله هنا على الاقل كان هيجيب الحكم تعالى شوف. يا الحكم ياخد بقراره يا ما ياخدش. هو دور الفار ايه اذا كان بيعدي واحده زي دي؟ يعني ده لسه بقى، احنا خلينا نشوف الحاله اللي جايه. الحاله اللي جايه لما نشوفها بقى، عشان انا اكتب وراك كده، يعني ادي كده الاولى دي ضربه جزاء للاهلي. بس يعني يعني ركله جزاء هنا ايه يعني كل السؤال. وده الخط اللي ركز معايا، سيبك من محمد الحنفي خد القرار داخل المباراه، ما شافش اللعبه او ما كانتش واضحه ليه. وانا عايزك بقى تركز في التفصيله اللي هي خليها معاك مفتاح الفقره. حكم الفار بيعمل ايه؟ محمود بسيوني اللي كان في لعبه قبل كده مهمه جدا وبرضه هنجيلها، كان بيعمل ايه؟ محمود بسيوني اللي خلى ابراهيم فايق بيسال سؤال واضح جدا، هو لو الفار ما اتدخلش في اللعبات دي هيعمل ايه؟ اللي خلى احمد الشناوي او كابتن احمد الشناوي خلال التحليل ثلاث مرات يسال هو حكم الفار ليه ما اتدخلش؟ كنت اتمنى انه يتدخل، كنت اتمنى انه يستدعي. ركله الجزاء كانت مهمه جدا في المحله، تسهل لك المباراه. والنادي الاهلي تعرض لظلم قبل كده ايضا في المحله مع التحكيم. ولكن ركز معانا في فكرة الفقرة الرئيسية، حكم الفار بيعمل ايه؟ هو حكم الفار بيعمل ايه؟ وانا بقدم اعتذار لأكرم توفيق، لان اللقطة دي انا جيت ولومت عليها أكرم توفيق الموسم الماضي مباراة الاهلي وفيوتشر، وسبحان الله كان الحكم محمد الحنفي. تدخل كريم ندفد على أكرم توفيق، فانا قلت له يا أكرم انت في عرقلة، قايم تاني ليه؟ يا اكرم اقع. تقريبا اكرم بيسمع كلامي، واعتقد ان انا مدين ليه باعتذار لانه وقع، ومحمد الحنفي برضه ما حسبهاش. فاللي هو بقى يعني هعمل لك ايه؟ انضربت في وشي وما وقعتش قلت اقع،
كريم نيدفيد عرقل لي ما وقعتش قلت اقع، فجيت وقعت النهارده ما اتحسبتش، فخلاص بقى ما تجيش تلوم اكرم توفيق بعد كده لو لقيت بينزف من وشه ومكمل لعب عادي، لانه شاف ان القصه اختبار كده لمحمد الحنفي اللي كان في المباراه دي ومباراه الاهلي وفيوتشر العام الماضي. فانا مدين باعتذار لاكرم توفيق، وان كان محمد الحنفي حاول ان هو يقدم مباراه جيده ولم يرضخ لمحمود باسيوني حكم الفار في اللقطه او الفيديو اللي احنا هنطلع نشوفه ده، عشان عندنا تعقيب مهم جدا. اللي يهمني دلوقتي ان الكوره كانت مع مين؟ مع الشناوي. الشناوي وصل للكوره ولعب الكوره عكس اتجاه اللاعب. الفار ناداله على ايه؟ خلي بالكم من اللي جاي، مين اللي بيزق الكوره دلوقتي؟ مين اللي جاي في الاتجاه عكس الشناوي؟ اللاعب. الالتحام جاي من مين؟ خاصة ان الشناوي لعب الكرة زي ما يعني كابتن فاروق حتى كان قاعد جنبي، ده رجله سبتت، ده لعب الكرة ورجله وقفت. يعني ما فيش اكسترا موفمنت، يعني ما فيش حركة إضافية أدت للعرقلة. شوف هو حتى محمد الحنفي قال له وريني من السايد الثاني عشان يبان ان الحارس بص بيلعب الكرة بيزقها عكس اتجاه اللي جاي. اهو بص بنرجع هنمشي اهو بيلعبها. واللاعب بص بقى بيروح يخبط في مين بقى؟ مين اللي بيخلق الالتحام؟ المهاجم مع قدم مين؟ مع قدم الشناوي. اذا النهارده الشناوي ما عرقلش ما عملش حاجه، ده اللي انا عايزه. زي ما حكمنا على اللي فاتت بنحكم على نفس الحاله. كنت اتمنى من حكم يعني الفار او الفي اي ار انه كان يجيب الحاله دي والحاله الثانيه. كان كابتن احمد الشناوي بيقول كنت اتمنى استدعيه في لقطه اكرم توفيق حتى ممكن يشوفها محمد الحنفي بشكل مختلف والحكم لمحمد الحنفي، لكن لم يستدعيه. وهنا هنقف عند نقطة مهمة جدا عشان البعض ما يلتبس عليه الأمر إن في لقطة أكرم توفيق كان الفار عطلان. لا، اللقطة اللي محمد الحنفي حكم الساحة استدعى فيها الكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي وكابتن فريق غزل المحلة عبده يحيى وقال لهم إن الفار عطلان كان بعد لحظات من انتظار قرار حكم الفار محمود باسيوني في لقطة أكرم توفيق. اذا كان الفار شغال وقت لقطه اكرم توفيق، عشان ما حدش يقول اصل في لقطه اكرم توفيق كان الفار عطلان. لا، محمد الحنفي استدعى الكباتن بعد لقطه اكرم توفيق، وبعد فتره ما كملتش دقائق شاور الكباتن ان الفار رجع اشتغل مره اخرى. وهنا رساله يعني للجنه الحكام واتحاد كره القدم ورابطه الانديه، ارجوكم الفار بيعمل ارقام قياسيه في انه يعطل في مباريات النادي الاهلي. ربنا سترها معانا في مباراة طلائع الجيش ان الفار رجع يشتغل في مباراة طلائع الجيش وفي هدف على طريقة انرامه في الدقيقة 88 في مرمى النادي الاهلي، كنا هنتكلم في خسارة نقطتين لولا ان ربنا ستر والفار رجع اشتغل. طب لو الفار ما اشتغلش ايه اللي هيحصل؟ هو احنا نفضل ندفع ضريبة الاخطاء التحكيمية وكمان ضريبة الاخطاء التنظيمية وضريبة شد الفيشة وضريبة عدم دفع شحن عداد الكهرباء ونقعد ندفع ضرائب كتيرة جدا فيما هو متعلق بالفار؟ اللقطة اللي جت دي للكابتن محمد الشناوي، انا على اي اساس الفار استدعى محمد الحنفي؟ الحقيقة عجبني من كلام كابتن احمد الشناوي، قال ان كابتن فاروق جعفر جنبي وقال لي هو استدعى لي الشناوي اللعب الكرة، اللي هو ايه؟ كابتن فاروق حسمها ان القصة الشناوي اللاعب الكرة، وبالتالي استدعاء محمود باسيوني للكابتن محمد الحنفي استدعاء مش سليم. استدعاء بيقول لك ان الفار مش هيكون متواجد في لقطات النادي الاهلي وحق النادي الاهلي، وهيكون متواجد مع محمود باسيوني في اللقطات اللي ممكن تضر النادي الاهلي. وكويس ان ما استجابش محمد الحنفي لقطه الفار وطلب ان هو يشوف الكره من اكتر من زاويه، وتاكد تماما ان الشناوي هو اللي لعب الكره. في غفوه من غفوات محمد الشناوي في هذا اللقاء، ولكن كان مهم جدا اننا نتكلم عن استدعاء الفار والتباين واختلاف المواقف من قبل الحكم محمود باسيوني. الخلاصه ان محمود باسيوني جاي يقعد في غرفه الفار عشان يدور على اي حاجه ضد النادي الاهلي، اما اي حاجه لمصلحه النادي الاهلي ويستحقها النادي الاهلي هتلاقي محمود باسيوني مستحيل يتدخل، زي ما كابتن توفيق السيد سال سؤال مهم جدا نسمعه ونرجع نعقب. محمد الشناوي امبارح ومحمد الحنفي اشار باستمرار اللعبه، لكن محمود باسيوني استدعاه وبرضه محمد الحنفي يعني برضه ما خدش وقت وبسرعه واستأنف اللعب.
طبعا انا هنا في نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن احمد. احنا شفنا اللعبه زي ما حضرتك الدنيا كلها شافتها امبارح. طبعا شفنا ان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي اولا هو مفيش مخالفه، اول حاجه مفيش مخالفه، راجل نجح في لعب الكره تحديدا، الكره كمان غيرت مسارها فكان بالتالي مفيش مخالفه. لكن حتى هنفترض جدلا يا كابتن احمد ان في مخالفه، هفترض جدلا ان في مخالفه، ان هنا النهارده محمد الحنفي سمح باستمرار اللعب، عمل اتاحه فرصه، ادى اتاحه فرصه لفريق المحله والكره اتردت ثلاث مرات، اذا محمد الحنفي سمح باستمرار اللعب. اذا انت تدخل الفار بقى اوت اوف سيرفيس، خلاص بره خلاص الموضوع منتهي. استدعاء محمد، استدعاء محمود بسيوني اللي محمد الحنفي انا بشوفه برضه يعني في اعتقادي كان استدعاء خاطئ، وكان المفروض محمد الحنفي برضه كابتن احمد يقول له طب انت جايبني ليه، طب هتوري لي ايه، طب انا سمحت باستمرار اللعب. حتى محمد الحنفي وحضرتك شايف وهو راجع يعني عمل ايماءه بدماغه كده، ما كانش مقتنع الحقيقه. ما هي دي القصه، هي دي القصه، ما هو انت عايزه يسال، عايز محمد الحنفي يسال محمود بسيوني انت جايبني ليه؟ لا طبعا، هو عارف ان محمود بسيوني اصلا جاي عشان يدور على اي حاجه ممكن تكون ضد النادي الاهلي، فهو مش هيساله لان هو فاهم هو استدعاه ليه، عشان كده كان حريص يبص اكتر. وحسنا فعل محمد الحنفي في الكوره. ولكن في حاجه مهمه، اربط اللعبه دي في مشهد عرضناه في الحلقه اللي فاتت واتكلمت فيه هنا لمحمد عادل في مباراة الطلائع وهو وائل فرحان بيستدعيه عشان يطلع يبص على ضربة الجزاء وكان ممتعض وباين على وشه انت جايبني ليه؟ اربط، اربط الاحداث ببعض، اربط وائل فرحان بيستدعى في لعبة ضدك بتاعت عمر رضوان فيها تلات ركلات جزاء في نفس اللعبة وجايبه يبص عليه انت جايبني ليه؟ نفس القصة مع الحنفي، محمود بسيوني انت جايبني ليه؟ لازم كل الحكام بتوع الساحة يبقوا عارفين هم جايبينكوا ليه، عشان هم قاعدين في غرفة الفار الهدف واضح وصريح ان اي حاجة ممكن تكون تضر النادي الاهلي داخل المباراة تفقد النادي الاهلي نقاط احنا كفار هنحاول نعملها، لان الشك وغير الشك بيفسر ضد النادي الاهلي. مهم جدا ان احنا بنتكلم باراء خبراء تحكيم، ما بنقولش وجهه نظرنا، وطبعا من ساعه ما بدانا معاكم البرنامج ده والفقره دي واحنا بنتكلم باراء خبراء التحكيم والصوره خير دليل، احنا مش بنقول كلام مرسل وبندعي مظلوميه ونقول لك فاكرين هدف كابتن ربيع ياسين الملغي بدوري 84 في المباراه اللي كان الحكم فيها الكابتن محمود عثمان اللي كانت سبب في ضياع الدوري، ما بنقفش عند الكلام ده، احنا بنجيب لك الوقت الحالي وبنجيب لك مع تقنيه الفيديو وواضح جدا مبارتين على التوالي استدعاء خاطئ من حكم الفيديو لحكم الساحه، واضح جدا ان هو حكم الفيديو شاف ان حكم الساحه ما جراش كتير في الملعب، فتعالى اجري شويه وضيع وقت عشان يعني نحسب وقت بدل ضايع، لان قصه ان في طرد على محمد الشناوي او محاوله ان تقول في احتماليه طرد يعني حاجه صعبه جدا. طب ما كان في احتماليه ركله جزاء، ممكن تتفق انها ركله جزاء او مش ركله جزاء، لكن في احتماليه، هات الحكم مستدعيه، يبقى حتى استدعائك يعني شكله واضح. لكن القصه مش قصه مباراه النادي الاهلي فقط لا غير، انا يمكن كمان واقف عند مباراه سيراميكا كليوباترا شويه، انا عندي لقطه الاول قبل ما اروح لمباراه سيراميكا، لقطه اكرم توفيق في مباراه المحله، لو نستعرضها على الشاشه عشان برضو يكون الساده المشاهدين معانا في اللقطه دي. طبعا دي اللقطه اللي انا اتكلمت عنها ان الفار كان بعد كره اكرم توفيق، ودي كره انا وقفت عندها كتير جدا جدا جدا، والغريب ان الاستوديوهات التحكيميه ما وقفتش عندها بعد المباراه. انا عايز افهم دي، اولا ما اتحسبتش فاول، وهنا من ضمن الحاجات السلبيه اللي تؤخذ على محمد الحنفي، لان الكره دي واضح جدا جدا تعرض لاصابه، والمره دي اكرم وقع مجبر بقى، يعني اكرم مش بايديه، اكرم وقع مجبر ولاعب غزل المحله كمل معاه وما حاولش ان هو يتفاداه، يعني من اول لمسه حذاء لاعب غزل المحله للعضله الخلفيه لاكرم هو نازل ومكمل بيه. هنا بقى نقدر نقول محمود بسيوني كان بيعمل ايه؟ كان فين في اللقطه دي؟ تخيل اللقطه دي ما اتحسبتش حتى فاول، لقطه واضحه جدا انها طرد، عنف مبالغ فيه من قبل لاعب غزل المحله. اللقطه دي في مباريات تانيه امام منافسين تانيه واقل منها كان سيسيه لاعب الاتحاد السكندري يا دوب لمس لاعب من نادي الزمالك، على طول الفار قرر استدعاء الحكم اطرد حتى لو في الدقيقه 25 من الشوط الاول. اللقطه دي انا ما بقتش فاهمها، والحقيقه مكمل اعتذاري مع اكرم، هنا بقى اكرم وقع اجباري اللي هو يعني خلاص ما ده دايس عليه، وزي ما حضراتكم شايفين دي ما اتحسبتش فاول، دي لم تحتسب فاول،
وبالتالي مفيش انذار. طب هنقول محمد الحنفي ما خدش باله، وارد، حكم ساحه، فين الكابتن محمود بسيوني اللي خد باله واستدعى محمد الحنفي في الوقت الشناوي؟ اذا هنا لما اجي اقول محمود بسيوني بيكيل بميكالين، انا عندي الصوره الواضحه اللي تدل على كلامي. هنا ده بقى مش كلام مرسل، ارجع لي يا عماره بعد اذنك، ده مش كلام مرسل، الكلام ده كلام موثق بالصوره. عندي لقطتين، او انه بقى بيحبش اكرم توفيق، يعني محمود بسيوني انت في مشكله مع اكرم توفيق كده. ركله جزاء او احتماليه ركله جزاء لم تستدعي الحكم، احتماليه طرد لم تستدعي الحكم، الاثنين كان فيهم اكرم توفيق. انت بينك وبين اكرم توفيق حاجه؟ والله لو اي حد غير انت كنت بتلعب جناح على اكرم توفيق، خباك مثلا في جيبه وهو طالع ولا في الشنكار، في مشكله مع اكرم توفيق ولا المشكله مع النادي الاهلي؟ المشكله مع النادي الاهلي. انت استدعيت حكم الساحه في كره مش محتاج ان انت تستدعيه فيها، ولم تستدعيه في الكرات اللي المفترض كنت تقوم بدورك فيها. الموضوع ده مش بس في مباراه النادي الاهلي، لا احنا عندنا اخطاء عشان نبقى فاهمين نقف عندها كتير جدا في مباريات أندية أخرى ومنافسين آخرين. عندنا فيديو الكابتن سمير عثمان بيتكلم فيه عن طرد واضح المفترض في مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، نطلع ونشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا عشان نربط لكم الحالة وتشوفوا حالة التحكيم المصري وتحديدا حكام تقنية الفيديو. أسوأ لعبة في الدوري المصري السنة دي. سيبك كما اتنين بيشدوا مع بعض وقعوا مع بعض، ده مفيش مشكلة، ده تصرف ماشين من لعيب نادي الاسماعيلي يستحق حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ اول حاجه طرد، تاني حاجه ضربه جزاء. ضربه جزاء ليه يا كابتن جمال؟ اللعب لسه في الماتش شغال. طبعا دي اسوأ حاجه انا شفتها السنه دي بصراحه بالمنظر ده. لا، دي تعمد ضرب الخصم بدون كره اثناء اللعب، دي اصلا العقوبه بتاعتها بتبتدي بالماتش. الفار ما يستدعيش الحكم؟ في اتنين لازم يتحاسبوا حساب جامد، حكم الفار طبعا ومساعد الحكم رقم واحد. ليه بقول مساعد حكم رقم واحد؟ مساعد حكم رقم واحد من سلطاته انه بيبقى مع اخر تاني مدافع، اخر تاني مدافع في الملعب حتى لو الكره فين. صح. اخر تاني مدافع واقف قصاده مباشره، يعني ما عندوش حاجه غيرهم يركز مع اخر تاني مدافع. ده حكم الفار، وده الكابتن حسام عزب هو حكم الفار. سيبك من حكم الساحه ما شافش اللقطه، الكابتن محمود البنا، عايز اقول نصيحه لنادي سيراميكا كليوباترا، غيروا لون التيشيرت، ما تقربوش من اللون الأحمر، ما بيشوفوش حاجة ضد اللون الأحمر ويحسبوها. نادي سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي كان في الدقيقة 91 أمام محمد معروف حكم الساحة، لاعبي نادي الزمالك بيقلعوا تيشيرت لاعب سيراميكا كليوباترا في وقت قاتل في الدقيقة 91 ولم يتم احتساب أي شيء. نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة العودة اللي انتهت 3-2 كان في ظلم واضح أيضا لنادي سيراميكا كليوباترا، في ركله جزاء واضحه لنادي سيراميكا كليوباترا لم يحتسبها ابراهيم نور الدين. النهارده امام الاسماعيلي بيتم الاعتداء على احمد ياسر ريان داخل منطقه الجزاء، الكابتن سمير عثمان بيقول دي أسوأ لقطه تحكيميه، المفترض طرد وركله جزاء. تخيل في الدقيقه 88 كان يقدر فريق سيراميكا كليوباترا يفوز. ده مين؟ ده كابتن حسام عزب، وكان حامل الرايه او الحكم المساعد احمد لطفي، الاثنين تاني يوم كانوا بيحكموا مباراه في دوري الدرجة الثانية كأنهم بيتموا مكافئتهم على الأخطاء التحكيمية اللي بتقدم. مين بقى بيدير لجنة الحكام؟ هل كلاتنبرج اللي مش معانا، ولا مع كامل احترامي بقى أبو العيلة، ولا تامر دري، ولا أيمن دجيش، ولا مين بالظبط اللي بيدير لجنة الحكام؟ عشان تبقى الصورة واضحة لما يكون في خطأ زي ده. الكابتن سمير عثمان بيقول ده أسوأ حاجة تحكيمية حصلت النهاردة، ويتم تاني يوم مكافئة الحكام بأنهم يعني يحكموا مباريات أخرى.